هلو جايز، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وكويسين. للناس اول ما تشوفني انا جيسي، بعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، يوتيوب، انستغرام، فيسبوك وتيك توك. ما تنسوش تعملوا فولو السوشيال ميديا وسبسكرايب لقناه اليوتيوب علشان يوصل لكم كل جديد. النهارده هنعمل يعني نفتح هديه حلوه قوي جات لي من صاحبتي حبيبتي رنا. حاجه كريتيف قوي وفكره جميله قوي. تعالوا نشوف هي ايه ويلا بينا نبدا الفيديو. الهديه دي فكرتها عباره عن ايه؟ ده بوكس كده بيتفتح، خدتوا بالكم في ناحيتين. الناحيه دي فيها زي كان كده شبه بتاعه التونه، فيها يعني زي صدفه وجواها لؤلؤه، والناحيه دي سلسله فضه بيتحط فيها اللؤلؤه، بتتفتح من هنا وتحط فيها. فكره كيوت قوي قوي، كانت جايبها لي صاحبتي في عيد ميلادي. وكل اللؤلؤه ليها رمز زي ما انتم شايفين اهو فوق. اللون الابيض للحكمه، اللون الكريمي للنجاح، اللون البيتش الخوخي للصحة، البيربل للغنى، والبلاك للحب. فتعالوا نفتحها مع بعض ونشوف ايه اللي هيبقى فيها. انا حاساها كيوت قوي، فيلا بينا نبدا نفتح. وهي الكلام اللي انا كنت بقول لكم عليه بتاع اللؤلؤ، وده الكلام اللي مكتوب عليها. اعملوا بوز لو عايزين تقروه. الكائن اهي والسلسله. تعالوا نفتحها بقى من جالاكسي، من ستور على انستجرام وفيسبوك اسمه جالاكسي ستور. بيرفكت جيفت، هي فعلا جيفت حلو قوي. اول حاجه السلسله اهي، دي السلسلة اللي هنفتحها نحط فيها اللؤلؤة لما تطلع. نحطها على جنب دلوقتي، نحط دول على جنب. ومعانا المية دي، مش عارفة لو هنحط المية ملح ولا ايه بالظبط، بس واللؤلؤة اهي. وتاني نفس الكلام بتاع كل لون. المفروض يعني ان انا وانا بفتحها اعمل وش وكده، يور وش ويل كام ترو. واهي اتفتح عادي زي علبة التونة. تعالوا نفتح. مش عارفه ليه حاسه ان ريحتها هتطلع وحشه عشان قريت كده عنها. اتبهدل الدنيا. لا انا لازم اجيب طبق، جبت طبق علشان دي هتبهدل الدنيا خالص وهتبهدل ايديا كمان. اهي استنى نشم الميه. ريحتها على فكره مش وحشه. شم ريحتها. شم برفيوم. ريحتها برفيوم. ما انا قريت كتير قوي ان ريحتها وحشه. نطلع بقى الصدفه نفسها. طب ريحه الصدفه ولا الميه ولا الاثنين؟ اهي حمار بس غريب قوي. اهي شوف ايه دي خشب. المفروض بقى مش عارفه ازاي، مش عايزه اكسرها، عايزه افتحها نصين يعني. طب ايه؟ مش عارفه افتحها. ممكن نتكلم دي عنها كلها. مش عارفه اظبط، مش عارفه افتحها. يتكسر يعني لما كنت افتحها. اي تفتح. استنى كده. اهي هتفتح. هتفتح شرب قوي على فكره. اهي اللؤلؤه شفتها. ممكن استعملها كسكينه يعني؟ لا بس حاسه انها بتجرح ايديا يعني. تعالى طبيعي اسويك. ايه شايفين اللؤلؤة اللي شايفاها اهي؟ طول انت شكرا.
عشان تتكسر. اتكسرت خالص. هو لسه بقى جواها المحاره نفسها باللؤلؤه. تمام. ده جسمها اهي. اللؤلؤه اهي. استنى احطها في الميه الاول. اهي ابيض. ده اللون ده الابيض ولا الكريمي؟ استنى نبص. لا اهي من عند قهوه. لا ده مش الابيض. ده الكريمي يا البيتش. بس تقريبا الكريمي. اللؤلؤه وقعت. ودي صدفة من جوه. الكريمي بقى اللي هي كانت ايه عشان شايفين؟ ده جسمها حقيقي. ان دي صدفة حقيقية شايفين. استنى احط اللؤلؤة. جسمها من جوه مقزز مش عارفة ليه اشعرني. استنى انا جبت سكينة عشان احاول افتح حواليه كل جوه عامل ازاي بالظبط. كنا أسهل بكتير من ساعتها اللي بنحاول بإيدي. يوهو اهي من جوه. ده جسمها. بس كده صوابع كلها اتغرقت. نجرب بقى نفتح ونحطها في السلسلة. السلسلة دي احنا قعدنا ساعة بنكتشف يتفتح ازاي وغالبا نسيت يتفتح ازاي يعني. استنى ازاي بالظبط. طيب اهي الله كده. وي نفصلهم عن بعض ولا الناحيه الثانيه؟ اه ما تفتحش ليه؟ مش عارف. قفلت تاني مش عارفه. اهي اه صح. المفروض نشيلها من دي الاول. كل ده مفتح كله. قال له اهي تحط هنا وطول احلى ويتقفل عليها تاني وكده شكلها جوه. بعدين نرجع السلسلة. وبس كده اهي. بس ده اهو كيوت قوي. طولها طويلة على الرقبة مش قصيرة. طويلة لحد هنا. ما اعتقدش انها بينفع تتأثر. مفيهاش شكل واحدة صح؟ لا هي واحدة بس. بس طبعا لو حد عايز بقى يصيرها يشيل منها فعليا طول ويعملها ينفع يظبطها. بس حلو انها جاية طويلة عشان مش كل الناس بتحب القصير. بس معظم الناس بتحب الطويل. فدي مناسبة كمان للمحجبات لو عايزة تبينها. كيوت قوي قوي ولذيذة. انا شايفاها حلوة قوي اهي. واحلى من شكلها كمان المعنى يعني لوحده كيوت بعيد عن الشكل قد ايه هي لذيذه وفكره اللؤلؤه اللي في القفص لذيذه. بس المعنى بتاعها كيوت قوي قوي قوي. وبس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه ورينج البال نوتيفيكيشن عشان يوصلكم كل جديد. تنسوا تعملوا فولو للسوشيال ميديا اللي هو تحت في الديسكربشن. وبس كده ثانك يو سو ماتش فور واتشنج. هاف ا جريت داي اند باي باي. اروح بقى انضف البهدله دي كلها واغسل ايدي. بيس اوت.